بسم الله الرحمن الرحيم، مشاهدينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم وحلقة جديدة من نقطة أخرى من نقاط الصدام. الحلقة اللي فاتت اتكلمنا عن موضوع مهم جدا، وهو الصراع القائم بالفعل بين موريتانيا والمغرب. وما سكتش على الصراع ده إلا جبهة البلوساريو تحديدا اللي كانت موجودة في الساحة الغربية. بعد هذا الصراع والمشاحنات والمناوشات بينهم حصل أزمة، وإن جبهة البلوساريو بدأت بعد كده تدخل أنفها في مرة موريتانيا، وقلنا الحلقة اللي فاتت لأنها الجهة الأضعف. بعد كده مش تسكت، لا ده هتخش كمان عند المغرب في إقليم الدهب، وده اللي هنعرفه لكن مع ضيفنا الكريم الأستاذ دكتور راغب السرجاني الذي أرحب به الآن ضيفا. أهلا أهلا وسهلا وسهلا، دكتور راغب. وبكمل مع حضرتك، إيه موضوع جبهة البلوساريو؟ يعني أنا ملاحظ، يمكن السادة المشاهدين ملاحظين، إن هي رغم إن هي جبهة، يعني أعتقد إن هي حرب أقليات، ولكن استطاعت بالفعل إن هي تهزم موريتانيا أو تحد شوية من شوكة موريتانيا، تحرج موريتانيا يعني. وبالتالي مش تسكت كمان، ده هتتجه بعد كده للمغرب. إيه الموضوع يا بولوساري؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. يعني خلينا ناخد برضو، يعني طبعا عارف المشاهد جايز يكون في ظروف رمضان نسي شوية اللي يعني فات، نسي شوية أو فاتته حلقة أو كده. ملخص فدايما سريع حضرتك جدا، بتلخص الإيه اللي حصل؟ ملخص سريع جدا، إن الصحراء الغربية احتلت من أسبانيا 91 سنة، تحررت المغرب سنة 56 من الاحتلال الفرنسي الأسباني، تحررت موريتانيا سنة 60 من الاحتلال الفرنسي، تحررت الجزائر سنة 62 من الاستعمار الفرنسي برضو، وحصل معركة ما بين الجزائر والمغرب سنة 63 على منطقة تندوف، وفازت فيها الجزائر وفضلت محتفظة بتندوف المغربية جوه أرضها، وده عمل نوع من التوتر الشديد بين الجزائر والمغرب، ما زال هذا التوتر موجود إلى لأنها أرض الآن. مغربية لها تندوف ولكن تابعة للجزائر. بالظبط، فده يعني حصل نوع من التوتر، ما زال موجود هذا التوتر إلى الآن للأسف الشديد. لكن نرجع لقصتنا، الصحراء الغربية الآن أصبحت منطقة محتلة محصورة ما بين 3 دول إسلامية محررة، اللي هي المغرب وموريتانيا والجزائر. وبدل ما الـ3 دول دول يتعاونوا على تحرير الصحراء الغربية، سابوا القضية. وأهل الصحراء الغربية شالوا هذا العبء، وعملوا سنة 73 جبهة البوليساريو، اللي هي جبهة اللي هو الجيش الشعبي لتحرير إقليم الساقية الحمراء ووادي الذهب، اللي هو الصحراء الغربية. الصحراء الغربية عبارة عن إقليمين، الساقية الحمراء ووادي الذهب، عشان تحرر هذا الإقليم. وبالفعل حررته سنة 75، وبعد ما حررته سنة 75 إسبانيا بدهاء شديد ومكر شديد سابت خالص جبهة البوليساريو، وسابت أهل الصحراء الكبرى، الصحراء الغربية، ما جابتهمش، وراحت جابت مغرب وموريتانيا، وعملت مشكلة سياسية، قالت انتوا الاثنين خدوا دي قسموها مع بعض زي ما عشان يفضل صراع بين الدولتين، بذور الفتنة والضغينة بالزبط. بينهم. وفي نفس الوقت تضيع الحق ده على أهل الصحراء، ما دعتهمش أصلا لهذا الاجتماع. وبالفعل بعد قصص طويلة جدا قلناها في الحلقة اللي فاتت، المهم انتهى الأمر فعلا بتقسيم الصحراء الغربية إلى قسمين، تلتين الشماليين مع المغرب والتلت الجنوبي لموريتانيا، مع موريتانيا اللي هو اسمه وادي الذهب، مع موريتانيا. ورفضت الكلام ده جبهة البوليساريو، وأعلنت لنفسها دولة مستقلة، مقرها في تندوف في الجزائر، رعتها الجزائر. موريتانيا رضيت بالتلت؟ موريتانيا رضيت بالتلت ولا كانت مضطرة؟ لا، رضيت، لأن طبعا هي مش عايزة التلت أصلا، هي عايزة حاجة تحمي بيها حدودها، بس مش عايزة المغرب تطالب بموريتانيا بعد كده. فخلاص اخد انا وادي الذهب ده كحد حمايه، وبالذات ان دي ارض صحراويه ما فيهاش اي ساعتها اي خير معين واضح. الوقت ده برضو الجبهه اللي هي بوليساريو اعلنت جمهوريه مستقله، اللي هي الجمهوريه الصحراويه الشعبيه الديمقراطيه، مقرها في تندوف، لا تحكم شيئا ولكنها في رعايه الدوله الجزائريه. وبدات هذه الدوله بجيشها اللي هو حرر الصحراء الغربيه من اسبانيا تضرب في الدولتين المحتلتين في رأيها للصحراء الغربية، المغرب والجزائر، المغرب وموريتانيا. لكنها شافت ان المغرب قوية، الجيش المغربي اقوى بكتير جدا من الجيش الموريتاني، فده اللي خلاهم فهاجمت على يتجهوا لموريتانيا موريتانيا الأول. الاول تخلصها الاول. تمام. ووصلت في هجومها لحد ما وصلت الى نواكشوط نفسها 9 يونيو سنة 76، يعني بعد عدة شهور من اعلان الجمهورية الصحراوية الشعبية الديمقراطية اللي اعلنت 26 فبراير سنة 76. تمام. وهاجمت هجوم شرس جدا على هذه العاصمة، وقتل في هذا الهجوم مصطفى السيد الولي اللي هو القائد لجبهة البوليساريو، وفشل الهجوم في استخلاص نواكشوط من أيدي الموريتانيين. لكن طبعا كانت إشارة واضحة جدا جدا لموريتانيا إن الوضع خطير،
وان المره دي وصلوا النقشات وما نجحوش المره الجايه هينجحوا. عملت ايه موريتانيا تحديدا؟ موريتانيا هذه الهجمات يعني موريتانيا حاربت الدوله، حاربت البوليساريو، وللاسف الشديد زي ما قلنا في اخر الحلقه الماضيه موريتانيا كانت بتحارب تحت غطاء جوي من الطائرات الفرنسيه، فرنسا، فرنسا اللي احتلت موريتانيا من سنه 1902 ل 1960 58 سنه احتلال، هي لحد دلوقتي لسه بتدافع عن موريتانيا ضد اعداء موريتانيا المسلمين. فشوف قد ايه فرنسا مدخله مناخيرها حتى بعد خروجها، وشوف قد ايه موريتانيين بيستعينوا بالدوله اللي احتلته 58 سنه. الحقيقه اوضاعها ملخبطه جدا جدا، كان لازم تؤدي الى مشاكل كبيره. صحيح صحيح. الوضع ده طبعا موريتانيا الان من نفسها مشاكل اكبر واكبر، فقامت عامله اتفاقيه دفاع مشترك مع مين؟ مع الدوله اللي كانت لسه عامله مشاكل معاها قد كده، مع المغرب. قالت لها دلوقتي لو انا اتكلت انت اللي جايه بالظبط، فنقعد مع بعض نعمل اتفاقيه دفاع مشترك. ففي سنه 77 عملوا اتفاقيه دفاع مشترك، كان في شهر مايو سنه 77 ما بين موريتانيا وما بين المغرب. ردت على طول، ده جابت البوليساريو بعد هذه الاتفاقيه بشهرين بهجوم تاني على نواكشوط مره تانيه. وصلت لنواكشوط مره تانيه، طبعا واضح ان الدنيا مفتوحه ولا في قوات ولا في جيش ولا في حاجه. فوصلت القوات البوليساريو الى نواكشوط وهاجمت وهجوم، وبرضه ما قدرتش تسقط الحكومه الموريتانيه، بس طبعا علامه خطر رهيبه بالنسبه لموريتانيا. موريتانيا ساعتها بقى ايه، صوتت وقالت مش هينفع الكلام ده طبعاً. انا دلوقتي عايز وادي الذهب، هضيع موريتانيا نفسها، خلاص مش مهم وادي الذهب. فقامت ايه قعدت جرت عشان البحث عن وساطه وانها تتنازل عن وادي الذهب، بس عايزه تقعد في قعده مع جبهه البوليساريو، تتنازل لجبهه البوليساريو قعده صلح يعني عن وادي الذهب. فقعدت قعده صلح دي فعلا سنه 79 بعد احداث بسنتين، وكانت الوسيط في هذه القعده الجزائر. طبعا الجزائر عايزه رعايه لجبهه البوليساريو طبعا عشان تقويها ضد المغرب للاسف الشديد يعني. فالجزائر حمت يعني هذه، او رعت هذه، لعبت دور الوسيط يعني. رعت هذه المعاهدات بين البوليساريو وموريتانيا. بالظبط، جلست البوليساريو مع موريتانيا وفعلا اعلنت موريتانيا انها تسحب جيوشها تماما من من وادي الذهب. والكلام ده تم في 5 نوفمبر سنه 79، بالفعل سحبت موريتانيا اخر جندي من جنودها من وادي الذهب. الكلام ده كان 5 نوفمبر 79، 14 نوفمبر 79 يعني بعد 9 ايام من سحب القوات الموريتانيه لجيوشها من وادي الذهب، اقتحمت المنطقه الجيوش المغربيه. المفروض انها سايباها البوليساريو، المفروض طبعا المغرب لما شافت الارض انسحبت الجيش الموريتاني قامت داخله وواخده وادي الذهب كله وضمته للتراب المغربي، واصبحت كده الصحراء الغربيه كلها تحت سيطره الدوله المغربيه، وبوليساريو لقى نفسه معهوش حاجه. هيعملوا ايه بالتالي؟ هل هيسكتوا؟ اكيد طبعا جبهه البوليساريو هيكون ليهم رد فعل على استحواذ المغرب على اقليم الذهب. طبعا هو طبعا البوليساريو لم تقبل بهذا الوضع، طبعا هي عملت كل المفاوضات وكل الجهد ده كله عشان تاخد حاجه ليها في الصحراء الغربيه. اكيد. فرفضت هذا الموضوع وبدات توجه الهجمات تجاه المغرب. وبدات الهجمات العسكريه من جبهه البوليساريو اللي هي كلها مسلمين تهاجم المغرب اللي هي كلها مسلمين. للاسف الشديد سقط مسلمون من هنا ومن هناك، وقعد الوضع ده استمر فتره لحد ما المغرب يعني لقت ان العمليه مش عارفه تسيطر عليها، فقامت المغرب كرد فعل ليها بانشاء ما يسمى بالجدار الرملي. ده يعتبر اطول جدار رملي في العالم. جدار فاصل، جدار فاصل المغرب والصحراء الغربيه، ما بين لا ما بين الصحراء الغربيه وتندوف الجزائريه اللي هي المقر بتاع الصحراء، اهل الصحراء اللي كل شويه يطلعوا يضربوا المغرب، كل شويه يطلعوا يضربوا المغرب. فقامت عامله المغرب على حدودها اللي هي الصحراء الغربيه كلها واخر جنوب الجزائر، جنوب المغرب، ما يفصلها عن دولة الجزائر المجاورة اللي هي ألصق حتة فيها تندوف، اللي هي مستقر فيها جبهة البوليساريو اللي بيطلعوا يضربوا في الصحراء المغربية أو الصحراء الغربية ويرجعوا تاني. هجمات مرتدة يعني. فقامت عاملة الجدار الرملي ده، والجدار الرملي ده مزود يعني 20 30 طريقة لمنع التسلل منه، أولا العمق ومنه كاميرات المراقبة ومنه الألغام ومنه الأسلاك الشائكة، يعني جدار طويل جدا ومكلف جدا. معنى كده من الواضح دكتور ان استمر العراق والصراع بين المغرب والبوليساريو طويلا، اليس كذلك؟ الحقيقه استمر، يعني احنا بنتكلم دلوقتي من سنه 79 عندما خرجت موريتانيا من اقليم الذهب
استمر الصراع ده بعد كده فترة طويلة جدا من الزمن لحد سنة 88. 88 استهلك الطرفان حقيقة، يعني سواء المغرب أو البلوساريو. المغرب والبلوساريو، البلوساريو بالذات حست ان العملية بدأت تضيع من ايديها. اولا الجزائر بدأت تشغل نفسها، يعني الجزائر رعت الملف الصحراوي ده سنة واثنين وثلاثة من 75، ودلوقتي وصلنا 88 13 سنة، بدأت الجزائر تنشغل بمشاكلها الداخلية، والتوجه المركزي اللي كان عندها بدأ يروح، وخلاص المركزية بدأت تقع في العالم كله، وما عادش في الاعوان اللي هم كان، يعني كتير دول كتيره جدا من اللي كانت مأيده الدوله الجمهوريه الصحراويه في اولها سحبت اعترافها، لانها لقت نفسها مش دوله بتقوم، ده مجرد كيان هش موجود في تندوف، فبدات الدول تسحب، فلقت وفي نفس الوقت المغرب بتعاني من الضربات المتتاليه وحالات التفجير ومشاكل عدم استقرار الامن، ومش عارفه تستغل الصحراء الغربيه بشكل جيد نتيجة عدم الراحة الأمنية للمغرب في داخل، فكل الكلام ده أدى إلى أن الطرفين قبلا بالجلوس لعقد اتفاق، والاتفاق ده كان اسمه اتفاق المبادئ سنة 88، على أن هم يضعوا حالة الحرب بين المغرب وبين جبهة البوليساريو، ويبحثوا هم الاثنين مع بعض عن حل لهذه القضية. وبالتالي أعتقد أنا حصل حاجة زي نوع من الاستفتاء بين المغرب من جهة وجبهة البلوساريو من جهة أخرى. هي على أساس يعني يضعوا نقاط على الحروف. بالضبط، هي الاثنين رعوا في البداية، خدوا الأول الاثنين مع بعض الملف برضو كالعادة للأمم المتحدة. والأمم المتحدة قالت لهم والله اللي ممكن تعملوه الاستفتاء، اللي عندنا الاستفتاء. يعني الاستفتاء ده لما تم في الأمم المتحدة. لا ما تمش، هو ولا تحت رعاية الأمم المتحدة. هو ما تمش، هو بس خالص. فكرة. فكرة الاستفتاء. نعمل استفتاء يا اخوانا من سنة 88 عايزين نعمل استفتاء. كان مين صاحب الفكرة؟ الأمم المتحدة. الأمم المتحدة. الأمم المتحدة عايزة تعمل استفتاء. تمام. يا ترى الأرض دي تروح للمغرب ولا تروح للبوليساريو وتعمل عليها جمهورية صحراوية؟ طبعا موريتانيا خرجت. ما جابوش سيرة موريتانيا. لا موريتانيا خرجت خلاص. تمام. وهي مش عايزة. يعني موريتانيا. مش عايزة مشاكل. مش عايزة مشاكل. موريتانيا بعد الضرب اللي خدته من جبهة البوليساريو مرتين في المناقشات. قالت ماليش دعوه باللعبه دي، كفاياني انا حد موريتانيا، وسابت بعت القضيه تماما خلاص خرجت بره. بالعكس انا عايز اقول لك حاجه غريبه جدا، دوله موريتانيا سنه 84 اعترفت بالجمهوريه الصحراويه الشعبيه الديمقراطيه، مضطر يعني اعترفت بيها خلاص، يعني اشترت، مع ان اللي حدودها الملاصقه دلوقتي لها المغرب، يعني المغرب اصبحت اخطر على موريتانيا من الجمهوريه الصحراويه، لكن اعلنت كده كنوع من التوازنات في المنطقه، ما تفهمش الدنيا ماشيه ازاي. فاللي حصل بعد كده هو ان سنه 88 قالوا نعمل اتفاق المبادئ دوت، راحوا فيه للامم المتحده قالوا تعمل استفتاء، قالوا طب خلاص نعمل استفتاء. تمام. طيب الاستفتاء ده مشكله كبيره، مين اللي يعمل استفتاء؟ وهتعملوا استفتاء مع مين؟ مع اهل الصحراء الغربيه سنه 75 ولا مع اهل الصحراء الغربيه دلوقتي؟ احنا عدى 13 سنه، خلي بالك مشكله من سنه 75 لسنه 88، وقت كبير. الوقت الكبير ده معظم اهل الصحراء الغربيه اتجهوا لتندوف في الجزائر، والمغرب هجرت عدد كبير جدا من المغاربه جوه الصحراء الغربيه. فاصبح وخلاص عاشوا في مدينه العيون ومدينه السماره وغيرها من المدن، وبالذات يعني مع وجود مناجم او وجود غيره بداوا يتعايشوا يعني يهاجروا في الحته دي، فبقت بلدهم، بقت ارضهم عايشين فيها. تمام. ودي جزء من التراب المغربي او جزء من الارض المغربيه القديمه التاريخيه التراثيه، فاحنا عايشين في بلدنا برضو، زي واحد كان بيشتغل في اسوان طلع اسكندريه، ايه مشكله؟ مفيش مشكله، هو لسه بلده برضو جوه البلد. فنفس الحكايه، نزلوا الصحراء الغربيه من غير لا باسبورات ولا شيء، دي بلدهم المغاربه وعاشوا فيها. فاللي عايش بقاله 10 سنين 12 سنه، الكلام ده سنه 88 بقينا سنه 89 90 92 95، الوقت عمال يعدي والناس المغاربه بيزيدوا في داخل الصحراء الغربيه، وما عدناش عارفين مين نستفتي. هل نستفتي اهل المغرب الجداد اللي جم، ولا نستفتي اهل المغرب القدماء اللي كانوا موجودين قبل سنه 75، ولا نستفتي الناس في تندوف؟ طب يا ترى لو عملنا استفتاء مين اللي يرعى على الاستفتاء ده؟ الامم المتحده تنزل ترعاه، ولا دوله المغرب هترعاه، ولا الجزائر هتدخل مراقبين؟ ويا ترى لو حصل النتيجه على غير هوايا وهواك، هل ستقر هذه الاشياء ولا هل ستعترض احد الدولتين؟ ولو اعترضت مين اللي هيطبق الكلام بتاعه بالقوه؟ وده اللي هنجيب عليه، ولكن بعد الفاصل ان شاء الله. فاصل قصير مشاهدينا الكرام ونعود اليكم، فكونوا معنا. فعلا الامر محير، الاستفتاء ده مين اللي هيجريه، واللي هيجريه مين، ولصالح مين، وهنتكلم مع مين بالظبط؟ ده اللي هنعرفه مع دكتور راغب. حضرتك قلت قبل الفاصل يعني اعتقد كده الامور بدات تتعقد، يعني الصحراء الغربيه للاسف الشديد والناس بدات تكتر، يعني بدا يبقى فيه بالفعل انتقالات من اهل المغرب الاصليين ويقعدوا بالفعل ومكثوا فترة طويلة جدا في الصحراء الغربية. ف
فمتهيألي الازمه تفاقمت. صحيح. فالاستفتاء هتتم ازاي ومين اللي هيعملها؟ هو قعدوا يقولوا طيب الاستفتاء هنعمله السنه الجايه، طب اللي بعدها، طب اللي بعدها، طب اللي بعدها. قعدنا سنه تسويف. 99 من 1988 ل 1999 ده حديثا يعني 11 سنه عندما اعلنوا فشل فكره الاستفتاء. لا هنعرف نعمل استفتاء ولا هنعرف نعمله مع مين، ولا هنعرف لو تم نتيجه الاستفتاء هنصدق ولا مش هنصدق. مين اللي يرعى هذا الاستفتاء عشان نضمن نزاهته؟ في نفس الوقت افرض الاستفتاء جه على غير هوى البوليساريو، هل ستسكت البوليساريو ولا ستستمر الهجمات؟ ولو جه على غير هوى المغرب، هل ستسكت المغرب ام تستمر في امتلاكها للصحراء الغربية؟ واضح ان البوليساريو او جبهه البوليساريو ما بتسكتش. يعني هي اعتادت دايما الحروب المرتده، حروب الصحراء وحروب الجبال والحروب اللي ليها اصحابها ولها ناسها، صعبه جدا. يعني ما تتكلم، انت بتتكلمش على حرب نظاميه جيش طالع اتغلب في موقعه او فاز فيها، ده هجمات خمسه سته طالعين بيفجروا كتيبه مغربيه، حرب مفتوحه، بيفجروا يعني معسكر مغربي، بيفجروا منشاه عسكريه، بيفجروا حتى حاجه مدنيه. صعبه جدا، انت بتعمل نوع من القلاقل وعدم الامن على مدار الاوقات والاعمار وعلى مساحه المغرب كلها. فطبعا مشكله، مشكله كبيره، حتى لو كانوا ضعفاء فهم يعملوا ضرع من المشكله. والمغرب في نفس الوقت برضو مش عايزه تديهم الصحراء الغربيه يعملوا فيها دوله. طب ايه كان بديل الاستفتاء؟ بديل الاستفتاء اتقدمت بيه فرنسا. فرنسا، شوف فرنسا اللي محتليه، اللي محتليه قبل كده المغرب، واللي محتليه موريتانيا، واللي محتليه يعني الجزائر، لسه مناخيرهم في المكان. هي لسه دخلت عملت مشروع فرنسي امريكي مشترك باقامه حكم ذاتي للصحراويين في داخل الدوله المغربيه. يعني هي بتقول احنا عايزين نرضي ايه؟ نرضي كل الاطراف. طبعا هي برضو اعود واكرر مره واثنين وعشره لهم مآرب. بالظبط، لهم مآرب. لا يمكن ان فرنسا وامريكا يتقدموا بمشروع لخدمه الشعب الصحراوي او لخدمه المغرب او لخدمه الجزائر. هم يتدخلون بمشروع عشان يهد الثلاثه على بعض، وهو ده الهدف. هو ده الهدف، وده فرنسا اللي دخلت تحط مشروع. فرنسا اللي دخلت في الجزائر بقالها 132 سنه احتلال، واحتلت المغرب 56 سنه، واحتلت الثانيه موريتانيا برضه 56 سنه من سنه 902 لحد سنه 60، 58 سنه. يعني مش معقول داخله فرنسا دلوقتي تصلح موقف. لكن دخلت فرنسا بمشروع اقامه حكم ذاتي. ايه غرض الحكم الذاتي ده؟ ان يبقى في حكومه صحراويه حقيقيه موجوده في الصحراء الكبرى لكن تابعه للحكومه المغربيه. 100% هتحصل 10,000 مشكله بين الحكومتين دولت. حكومه صحراويه عايزه يكون ليها سيطره على بلدها، وحكومه مغربيه بتقول لا ده انتوا جوه بلدي. عايز يكون لها الهيمنه. يكون لها الهيمنه، هنختلف على حدود معينه، هنختلف على ضرائب، هنختلف على باسبورات، هنختلف على جيوش، هنختلف على مليون حاجه، على مناجم، على ثروات، على اي شيء. المهم ان امريكا ما سابتش الموضوع، تدخلت في الموضوع بالفعل. امريكا طبعا تدخل. امريكا اولا حطت موضوع المشروع الفرنسي ده اللي هو انها تشترك مع فرنسا في مشروع حكم ذاتي، والحكم الذاتي ده الحقيقه لا قبل من المغرب ولا قبل من البوليساريو. البوليساريو قالت ما نضمنش المغرب. يعني ناخد حكم ذاتي هيخش جوه دولتهم، هيسيطروا على الاوضاع، هيمسكوني يحطوني في المعتقلات وانتهت القضيه على كده. والمغرب ما قبلتش. يعني لا عفوا معلش، يعني جبهه البوليساريو رفضت الحكم الذاتي. رفضت الحكم الذاتي. لقيت انا عايز دوله مستقله، اخد ليه حكم ذاتي. انا الشعب يعمل استفتاء جواه هيقول لك اخد حكومه يعني مستقلة. اليس الحكم الذاتي معناها ان انا احكم نفسي؟ لا، بنفسي؟ حكم ذاتي بس تحت قياده المغرب. ده يعني الشرط. مفيش جيش. مفيش جيش بوليساريو. فبالتالي رفضوا. ومفيش علاقات دبلوماسيه. يعني مالهاش سفارات في اي دوله. تمام. ده السفارات كلها يعني كل الهيمنه والسيطره هتكون للمغرب على طبعا. انت تحكم الاقليم على جبهه البوليساريو والصحراء الغربيه. تحكم الاقليم ده زي ما يكون محافظ في دوله. لكن انت مش هتحكم الدوله، مش هيبقى دوله الصحراء الشعبيه الديمقراطيه تحت دوله المغرب. ده حكم ذاتي زي مقاطعه كده، زي التركستان في الصين. زي التبت في الصين، زي ما قلنا قبل كده في موضوع التركستان. تمام. فمفيش لا جيش ولا حاجه، لكن هي مجرد يعني قواعد معينه تدروها بينكم في بعض الامور نتفق عليها، والعمليه هلاميه جدا. فلا ده وافق ولا ده وافق. امريكا لما شافت المشروع ده ما نجحش قالت طب انا هخش بشكل اكبر شويه، اعمل نوع من المفاوضات بين الطرف ده والطرف ده، انا ارعى المفاوضات. فلما انا ارعى المفاوضات يبقى انا ليا يد عند ده وعند ده. بين المغرب، بين المغرب وجبهه البوليساريو. بوليساريو. خرجت فرنسا من القصه. طبعا امريكا بتحب تسيطر الهيمنه والسيطره لوحدها. خرجت الامم المتحده، وخرجت محكمه العدل، وخرجت فرنسا، بدات هي لوحدها
تقعد كوسيط ما بين الملك الحسن الثاني ثم دلوقتي محمد السادس و ممثلا عن المغرب عن المغرب وما بين زعيم جبهة البوليساريو ويقعدوا مع بعض فين؟ في نيويورك في منهاست، منهاست غير منهاتن، ديت برضو احد الضواحي الموجودة في نيويورك. وعملوا جولة وعملوا اثنين وعملوا ثلاثة وعملوا اربعة وبيجهزوا دلوقتي للخمسة، وكل هذه جولات فاشلة من البداية للنهاية، بقت بالفشل بالفعل، كلها فاشلة ما وصلوا فيها لأي شيء. لا ده عارف يوصل لرأي ولا عارف يوصل لرأي، وامريكا بترعى الاثنين وحط رجلها في المنطقة على أساس أنه في يوم من الأيام إن وافق المغرب على شيء أو وافقت البوليساريو على شيء، لا شك أن الأساطيل المغربية الأساطيل الأمريكية هتكون موجودة على السواحل المغربية في هذه المنطقة لحماية الاتفاق الذي تم في منهاست في نيويورك. طبعا هي يعني بدواعي الحماية طبعا. يعني دايما بتيجي أمريكا بتدخل في المكان بأمر ظاهره يعني فيه الرحمة بالظبط وباطنه فيه العذاب من قبله العذاب. يعني انت يعني انت عندك دخول امريكا في العراق، ما احنا شفناه امريكا دخلت العراق سنة 2003 بدواعي وحصرتها من سنة 90 علشان تخرج صدام عشان في قنابل نووية ولا في اسلحة نووية ولا اسلحة دمار شامل. طب دخلنا 2003 لا لقينا في دمار شامل ولا لقينا في يعني اي صاروخ نووي ولا في اي مشكلة دمار شامل، خلاص اللي انت بتدور عليه ما لقيتهوش، ما خرجتش ليه؟ طب عايز تشيل صدام، شيلنا صدام، ما خرجتش ليه؟ احنا الوقت 2009 ولسه بنقدم رجل ونأخر رجل، يا ترى هنخرج يا ترى مش هنخرج، والوضع ايه؟ والوضع مكمل ومستمر. فاحنا يعني المفروض ناخد عبره من هذا الموضوع للاسف، يعني المفروض ناخد عبره، ما بنصحاش خالص، لكن يعني مش هقول بنصحى متاخر لكن ما بنصحاش نهائي. يعني احنا للاسف الشديد طبعا عمالين ناخد ضربات، وازاي اروح انا لامريكا مع كل هذه الملابسات اللي شايفينها وتأييدهم الشديد لليهود هذه الاوضاع المختله في العالم، واحتلال افغانستان واحتلال العراق، وفي الاخر انا كمغرب وجابت البوليساريو رايح مدي الامان لامريكا انها تديني راي مفيد في هذه القضيه وتقول لي والله الصح كذا والغلط كذا، شيء الحقيقه غير مقبول بالمره. في تحليل لدكتور راغب السرجاني، من هو الطرف المخطئ في هذا الصراع او نقاط الصدام هذه؟ والله انا شايف الـ 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 الجميع مخطئ للاسف الشديد. المغرب اخطا فادحه في هذه القضيه. اولا اخطا ان هو من سنه 75 ساعه ما تحرر من سنه 56 لما تحرر لسنه 75 لما تحررت الصحراء الغربيه 19 سنه تقريبا لم يوجه جنديا واحدا لتحرير الصحراء الغربيه من اسبانيا. عشان كده اهل الصحراء الغربيه مش حاسين بانتمائهم للمغرب. احنا بتقولوا دي جزء من المغرب تاريخيا، ماشي جزء من المغرب تاريخيا، طب انتوا كنتوا فين والمغرب ده محتل مثلا؟ ما دي ليه ما جيتوش؟ ليه دختوا على الامم المتحده هنا يمين وهنا شمال وعلى مجلس الامن وعلى امريكا وعلى كذا وكذا وما جيتوش تحررها بالسلاح واحنا شغالين بنطحن في هذه الارض؟ فالمغرب تكاسلت عن تحرير هذه الارض واكتفت بالطرق السلميه الواهيه حقيقه من سنه 56 لسنه 75 ولم تتحرك بجيوشها الا بعد ان اخرجت جبهه البوليساريو الجيوش الاسبانيه من الصحراء الغربيه. فده اول غلط. الغلط الثاني ان المغرب ما عندهاش وضوح رؤيه في هذا الملف. يعني طالبت على مدار 19 سنه بانها تاخد الصحراء الغربيه وموريتانيا، صح في الاول صحيح، وبعدين بعد كده موريتانيا اعلنت استقلالها، قالت طب خلاص انا هاخد الصحراء الغربيه وخلاص. موريتانيا بعت قضيه موريتانيا مع انها المفروض موريتانيا جزء من المغرب في التاريخ المغربي، تمام، لكن بعد القضية ماشي. وبعد كده قبلت أن تجلس مع موريتانيا لتقسيم الصحراء الغربية. طب أنت بتقولي الصحراء الغربية كلها بتاعتك، كيف تقبلين أن تقسمي هذه الأرض؟ شيء أحسن من لا شيء يعني؟ يعني أخذ تلتين وسيب التلت وأعترف وأقر في معاهدة رسمية أن هذا الجزء غير مملوك للمغاربة، مملوك للموريتانيين، ولم تدخل المغرب أرض موريتانيا أرض وادي الذهب المغربية إلا بعد خروج موريتانيا منها تحت وساطة اللي حصلت بين الجزائر واللي تبنتها الجزائر بين موريتانيا وبين البوليساريو. ففيش وضوح رؤية. ولما بنقعد مع جبهة البوليساريو بقالنا بنقعد من سنة 88 لحد دلوقتي مفيش وضوح رؤية. طب انت عايز ايه يا مغرب في هذه القضية؟ مفيش وضوح رؤية. الطرف المغربي عنده مشاكل في وضوح الرؤية، عنده مشاكل في التكاسل عن نصرة هذه القضية على مدار السنوات الطويلة، وعنده عنده مشكلة كبيرة جدا وهي التعاون الصريح مع امريكا بشكل الحقيقة غير مقبول، خلى حتى جبهة البوليساريو لا تأمن للوساطة الأمريكية لكن هي قدامها، لأن شايفة أن أمريكا هي السند الأكبر للمغرب، والمغرب طبعا أحد أكبر يعني الدول الأعوان لأمريكا في المنطقة والمدعومة بأمريكا،
وبتمثل احد الدول الاصدقاء لامريكا، وطبعا في مواجهه الجزائر اللي واخده التوجه السوفيتي او الروسي دلوقتي، وهي القوه الكبرى بتلعب على ارضنا. يعني روسيا بتحارب امريكا على الارض الاسلاميه. ومن الواضح يعني دكتور يعني في هذه النقاط كلها ان ايه اللي يخلي دول زي اسبانيا وفرنسا وكل هذه الدول وانجلترا تيجي يبقى ليها مطمع بالفعل في الساحه الغربيه. والله اسمح لي دوت اللي هنقوله، أنا ولكن الحلقه القادمه ان شاء الله. هو انا عايز بس الحلقه القادمه يا ريت لو حضرتك تفكرني برضو بحاجه. اتفضل. ان ليست المغرب هي الطرف المخطئ الوحيد في هذه القضيه، ولكن هناك اطراف كثيره مخطئه نتكلم عليها ان شاء الله في الحلقه اللي جايه. وهنا نتوقف وغدا نلتقي دكتور ان شاء الله رب العالمين. في نهايه هذه الحلقه لا يسعني الا ان اتقدم بخالص الشكر والتقدير للاستاذ الدكتور راغب الثرجاني على ما ادلى به من معلومات قيمه بالفعل. والحلقه الجايه ان شاء الله باذن الله زي ما قلت لحضراتكم هنتكلم ايه الاطماع دي وايه سببها للدرجه دي. جزء زي الصحراء الغربيه اللي هي بين المغرب شمالا وموريتانيا جنوبا له هذا الثقل، ده اللي هنعرفه الحلقه القادمه ان شاء الله. حتى ذلك الحين اشكركم والى اللقاء.